الأصحاح الخامس. فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة رائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاماً، وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب. ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها، فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره. ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح. فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح. ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.